اغرب سلطه شفتها في حياتي جرانولا على التمر على دبس على رمان. هي اللقمه ما تصورت بس واو 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 على السلطه دي. سلطه تمر وافوكادو. تمر افوكادو اي والله. شوف الافوكادو تمر مع افوكادو. واو فعليا ليش عرفت الحين ليش المطعم هذا زحمة على طول. لا هذه يبغى لها الخبزة. الخبزة هذه خبزة ام سمسم. ام سمسم طيب ام سمسم. اوبا شمندر. انا لين دحين يعني مره مبسوط بالسلطات. السلطات رهيبه. لا تقول لي هذه مانجا اللي في السلطه شكلها. هذه شنو هذه؟ مانجا. ايش هذه؟ الشمندر العربي. اسمع بنفس الملعقه دي. ايوه سيب الملعقه. طاحت طاحت. شكرا. هي طعم حلو. ما واو واو واو. تفضلوا. هنا كان في شيء هو اللي اكلناه صح. انا دائما لازم اروح بالجبنه اول حاجه. نص مطة. أنا والله اليوم كنت مشتهي. الدولمة العراقية. لا ليه نستنى الدولمة العراقية هذه. فين الدولمة العراقية؟ هذا بالضبط شاب. كيف هاي من العراقي؟ يابا. هنا ما عندهم كبة، عندهم كبب. كبب. هذا كأنه حواوشي بس كبة. الله. اللي بعده ما حنوقف. انت بتجيب لي ملعقة. انا ما بملعقة. ما حتاج ملعقة. كوبة البطاطا هذه. انتوا تستهبلوا. انتوا كوبة البطاطا هذه بابا. مش هذا الشمر كويس. الشمر كويس كلت ايه وسكر كله راح. الله يبارك فيك حبيبنا. نورتنا وشرفتنا. انت والجماعة ابى اللقمة تنزل. احبك وانا لسه ما جاني الاكل. الله يسعدك. احلى اكل ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. خليك ويبارك فيك. هذا كله من يدك اكيد حبيبنا. مطعمك ومحلك. الله يسعدك يا رب. حبيب قلبي ومتابعينك انا كمان. حبيب قلبي والله تشرفني. قلبي يسعدك. انت قلت هذه ايش؟ ما شاء الله هذه العروسه العراقيه. تفضل شيل الفستان. الله الحين اذربيجان اقول لك زي البدوي دخل المدينه. ايش بتعطل انا بس خلاص. هو كمان كلامه كثير. كويس العروس العراقية ولا لا؟ بابا تتزوجيني؟ تتزوجيني؟ هذه الأساس. هذه الأساس. هذه الأساس. محاشي العراقية. هذه ما يحتاج لها كلام. ما يحتاج لها كلام. هذه كذا تخش بس باخذ صورة. بس لا 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 هذه يبغى لها صورة أول. وفي قلبك. في قلبك. هذه إيش؟ حميس لحم. حميس لحم. حط. في قلبك. كله في قلبك. شكله متعاقد معك يا ميشو. والله بابا انا مضايق اتكلم الفيران. اتكلم كله معاك. كله كلمة صعبة عندك. واو 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 واو. حتروح البيت؟ ما هتروح البيت اليوم. اسامة جيب الكاميرات. لا 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 انا كل ما اجي اقول خلاص.
تعالي 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 مصر مصر وريني هي وريني ترى نص اسمر ونص كيف سلامك يا هذا سام بالله هذا عمي الشاشه حقتي كلها دولما ورز ولحم والله خلاص اي والله انا خلاص انا خلاص لا لا لسه الحلا بكرة بكرة الحلا اليوم سبت ايش هو؟ لا دوقي الجوزي حق اللحم دود شوفي كيف سوى ايش هذا؟ ابلع بس ابلع ابلع ما يحتاج تمضخ بالدوب جبنة ايوه هذا الطبق اصلا مره في في ريش طاحت في عقبي سيب 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 بابا سيب 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 انا خذ 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 بدخانه ايش بتسوي ايش بتسوي ايش قول لي الحين فهمتوا الهرجه فهمتوا ايش اللي كان بيصير كده وانت بتشرب والله ما شفت اجرب هذه ما شفت كيف انت سويت سيب الملعقه عندي والله اني انا اعرف وانا من اول قاعد استنى ادخل له بس يعني صعب تدخل هنا وفي هنا سمك المسبوق العراقي من اشهر الاطباق انا ما اعرف ليش انت من اول قاعد تقطع انا حادخل بيدي تبي تقطع لهم هم قطع لهم مع مع العنبر عرفي مع ليه؟ العنبر بدوب عم بسام اللحمة عم بسام حرام عليك اللحمة عم بسام عنبر 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 هذه عنبر خلي العنبر يا جماعة الخير زبد هذا ما هو إعلان هذا حيكون من أفضل مطاعم عندي زبد أنا تعبت أمانة أمانة زي ما هي ها؟ والله حتى بلسعتها لا تقول لي تلسع والله لا شوف هذا لا انت شوف خذوب محاول خذوب محاول الله كبق الصبية هذه الصبية والله انه كل الاكل بدخانه وانا قاعد اتلسوع ومبسوط واو ايش هذه بالله حميسة لحم انا ابغى بات عندكم بات عندي استوى هذا ايش كوكتيل صمد العراق الخاص ايش فيه له عسل ومكسرات مع افوكادو مع فراوله مع قلب قلبك يا سلام انت اللي جبتنا اي والله انت اللي جبتنا انت اللي جبتنا شوف هذا بيكبر عمرك هذه حفلة من أول راسم عليها بعد ما رجعت من دبي والله يبغالي كل سنة أفوز على كده يعني أنا في جدة ما في كثير يقدروا يزبطوها أم علي شوف مضبوطة ما أحب هي لذيذة بس لسه ما لقيت اللي يشدك ايوه لذيذة هذه ايش؟ مفروكة فستق بالقشطة مفروكة فستق بالقشطة الترجمة جلطة بلس جلطة ما يضحك ترى والله يضحك هذه واو هذه واو
هذه واو. هذه واو. زنود الست. زنود الست. هذا. تشبع على خير. نحن رمينا نفسنا من الشباك من زمان. ايوه انتوا تفهموني، انا احب القنافه بالجبنه. الحمد لله ما هي قشطه. تعال 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 حطها هنا، حطها هنا، حطها هنا. اسحب لك ثاني. تعال لا خلاص، اسحب لي، اسحب لي الناحيه الثانيه. ثبت لي هي هنا. ايوه ثبت لي، ثبت لي. ايوه يا كنافة بالبشاميل. كنافة بالبشاميل. والله بالبشاميل. برعاية بيتزا هات. حلاوة طحينية عراقية. انا حقفل المحل وحقعد معاك.